دكتور محمد ابو الغار، بنرحب بحضرتك في بوابة اخبار اليوم، وبنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. الصحه والسلامه. رئيس الحزب المصري الديمقراطي، وعايزين نعرف قراءة حضرتك للوضع في الانتخابات البرلمانيه القادمه في ظل ظروف عمليات ارهابيه من جماعه الاخوان المسلمين، وبعض القوانين التي سنت لسماح اعضاء الحزب الوطني الديمقراطي لخوض الانتخابات القادمه. بص، بالنسبه للانتخابات فيها كذا مشكله. اول مشكله قانون الانتخابات اللي هو قانون سيء جدا باجماع كل الاحزاب وكل القيادات. القائمه المطلقه دي حاجه مش موجوده في اي بلد في العالم، وبدون عمل قانون تحديث القانون نتائج الانتخابات هتبقى دايما سيئه وغير ممثله للشعب المصري، وهتبقى نقطه خاطئه في هذا الموضوع. الانتخابات ضروريه والتعجيل بها ضروري، لان البرلمان له دور مهم رقابي وتشريعي. ما ينفعش مصر تقعد من غير استكمال الشكل الدستوري الكامل. في دلوقتي رئيس منتخب وفي دستور صوت عليه بالنسبه عاليه جدا، لابد من انتخاباته بسرعه عشان يبقى في توازن في نظام الحكم في مصر. الظروف صعبة صحيح، إنما ما لابد منها، لازم تجرى الانتخابات. الأمن هو العبد، العكس كان أسوأ أيام انتخابات الرئيس والدستور، دلوقتي الموقف تحسن الآن، فمش خوف من الأمن. هو بس طبعا الخوف من إيه؟ الانتخابات الفردية بنسبة عالية قوي بيبقى مصحوبة بخناقات ومشاكل قبلية وممكن ضرب وطار وبتاع. هي دي مشكلة الانتخابات الفردية. حزب مصر الديمقراطي حضرتك يا فندم، يعني اكثر الاحزاب اللي ليها وضع في الشارع المصري من بعد ثورة 25 يناير، حضرتك شايف كرئيس حزب مشاركة المرأة والشباب في مهمة جدا. مشاركة المرأة والشباب مهمة جدا، واحنا دايما بنقول للشباب والمرأة والأقباط لابد ان يشتركوا بكثافة، ودي حاجة مهمة جدا. محمد ابو الغار، انا بشكر حضرتك جدا يا فندم. شكرا.